سمعت ان المود الجديد نازل فيه تنانين بقى وسبايدر مان وحاجات بتتشقلب عليا الطلاق كده، فقلت اما انزل اجربه لقيت ده مطلع دماغه وقمت بايسها. المهم اخواته الكبار مشوا عليا، قمت طالع مموت الحيطه اللي وراه، لقيتهم متنرفزين قوي قمت سايبهم يموتوني بصراحه عشان عيب. وانا داخل ميد ستيل لقيت دوت عمال يدور على مفتاح العربيه، قمت موقعه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ ده اللي انا جبته في اول الجيم، وطبعا الكلات سرقت مني. روح الله تموت زون يا شيخ. موت انا اسف. رحت ابص على الحته اللي الحرامي مات فيها لقيت ده واقف كده تقريبا كان بيدفنه، ضربت عليه طلقتين راح صاحي من نومه وطالع يجري زي المجنون، اتهور وبش وراح راجع تاني مش عارف يمرقصني باين، واديناها فايت ارانب على اللي يشيل. وطبعا انا اللي كسبت لان انا ارنب قديم طبعا، وطبعا كلنا عارفين مع دخله الحر بيبدا يظهر براس في البيوت. وطبعا اديتهم الجيم عشان لو جبت الرابع هيقولوا لي انت مستقصدنا. السلام عليكم. في البدايه كده انا محتاج اتكلم معاكم كلمتين، بعتذر اني بقالي فتره قاطع وما بنزلش فيديوهات وده بسبب اني عندي امتحانات ميد ترم. تاني حاجه حابب اشكركم ان انتوا وصلتوني 1000 مشترك، انا عارف انه انجاز ممكن يكون صغير بس عشان تطلع برج طويل لازم تبداوا بسلمه. ايه ده ما في اسانسير صحيح، كنسل الحكمه. هو انا ليه ما كسبش جيم سولو سكواد في التحديث الجديد؟ وبالفعل ركبت طيارة 9 مع عم محمد ونزلت على ميدي ستيم، نزلت قلت اجرب ورك الفرخة الجديد ده. انا غلطان اللي انا عايز اجربك، موتت كل حاجة ما عدا الولا، فاكرني هستسلم؟ والله ابدا، بينا على عم محمد. المرة دي نزلت على العلامة الحمراء اللي في الخريطة، نزلت لقيتهم ما بيفتحوش الساعة 9، بس لقيت ناس نزلت معايا لسه بقوله ازيك الدنيا قلم كسر لي النضارة. طبعا اتنرفزت جريته هو واخوه قدامي، فضلت مركز معاهم لحد ما وقعت. اللعيب بتاعي جاله انزلاق في الغضروف وهو تقريبا زعل عليا راح نطت ورايا. تفتكر عم محمد هيرضى يركبني تاني؟ المره دي نزلت لقيت المكان مفتوح ومحدش نزل معايا، فزعلت جدا ان محدش نزل معايا عشان بحب المنافسه. المهم اجرت الحنطور دوت وطلعت اجري بيه في الخريطه كلها. ما هو انا يا ام الجيم ده بقى، واحد راح ضارب لي على الحنطور بتاعي فنرفزت ونزلت جبته. المهم كملت جري بالحنطور لقيت واحد راح ضارب عليه تاني، مش عارف مالهم ومال الحنطور. قمت نازل من الحنطور وجايبه، رحت عشان افنشه ولقيته جايب لي قرايبه، اديته بالحنطور في وشه راح ضارب على الحنطور. يا اخوانا مالكم مال الحنطور؟ نزلت له من الحنطور على طول وابتدينا نحدف طوب على بعض. حدفت من التوب بعيد عنه لقيته طالع يجري، تقريبا ريحه الدخانه خنقته. قعدت في موقع استراتيجي عشان اجيب بقيه التيم بتاعهم، جبت الاول والتاني لسه بضرب عليه راحت الزون قتلاه. حرام والله العظيم حرام. واخر واحد الحمد لله طلع بوت عرفني واداني الجيم. عليا الطلاق كده. وفي الاخر احب اقول ان انا ما كنتش هوصل للانجاز دوت لولا الحنطور وعم محمد. خليت الاسبن تختار لي تحدي العب بيه في ببجي، قال انا عارف اكسب من غير تحديات يعني. يلا يا اسبن. دي اكيد دعابه صح؟ طلعت بالتحدي على طول على عم محمد، ركبت معاه طيارة 9، نزلت لقيت القرف دوت فاضطريت العب بيه. زغزغت بيه الولد اللي قدامي بس ما رضاش يضحك، لقيته راح باصص في الحيط وعامل نفسه فازه. سخنت قنبله ولسه هحدفها عليه. ايه ده هو كان جاي يفتح دماغي ولا ايه؟ نزلت تاني عشان انا ما بحرمش، لقيت ده واقف غلبان كده وانت جايبه، لقيت اخوه جاي ياخدني بالحضن. اتفلق، لقيت كارو اي دبليو ام فبدات التحدي، اخدت الحنطور بتاعي ورحت اعمل لقطه على البوت، لقيت دوت راح جايب دمي كله، اديته طلقه بالام، لقيته راح اخد يو تيرن وراجع جايبني. روح يا شيخ الهي تقف في زورك، ربنا يخلي لنا عم محمد السواق والله. ارحم بيك في الجزء الاول من سلسله انا واخويا على ابن عمي وانا وعم محمد على الحلالين. دليل ادب. ركبت طيارة 9 مع عم محمد ونزلت لويت سلاحين على طول مفيش وقت نضيعه، بصيت لقيت واحد مبلبع بين كيلر ومش شايف قدامه، قمت عامل برون وضربه في صابع رجله الصغير. لميت شوية قنابل وبدأت أحدف على اللي قاعد في البلكونة فوق إن واحدة تيجي فيه؟ أبدًا. رحت جبت قنبلة تالتة وأنا راجع لقيته نازل يشم هوا، قمت جايبه، أخيرًا هفجره. المهم ركبت الحنطور بتاعي وطلعت اجري في الخريطه، وانا بنط بالحنطور لبسنا في شجره دماغه جاب الدم. كملت جري بالحنطور راح واحد ضارب عليه، ركنت ونزلت جبته، لقيت بوت جاي يحوش وبيقول لي استهدى بالله، قلت له مالكش دعوه انت، وده كان جاي يتفرج على الخناقه بس كانت خلصت. دخلت اكل بيض سمعت الناس بتبش عليا، البيض وقف في زوري، رميت الطبق وطلعت لهم، لقيت الولد اللي انا لسه جايبه من شويه جاب اخوه جالي، وقعت ولسه بفايت اخوه، لقيته راح رايح يدور على عصايه ورا الكشك، جاي بيبش عليا ودمي نقطه، هو حل واحد بس. طلعت اكلت طبق البيض قدامه، بعدها فنشته وفنشت زميله. ايه ده؟
صدق انك قلبك اسود، ما كانوش 17 قنبله اللي حدفتهم عليك في اول الجيم يعني اللي هيعملوا كده. ان شاء الله هتمد الوقت. الواد راح قاطع لهم نفس ورا الباب، واخويا الخاصه دخل جابه. عاش. ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ اهلا بيك في الجزء الثاني من سلسله انا واخويا على ابن عمي وانا وعم محمد على الحلاليه. دليل ادب يا ركبت طيارة 9 مع ام محمد، نزلت على طول على المود الجديد، نزلت اخدت فيكتور ولسه بضرب على الولا، السلاح خلص من قبل ما اضرب، نزلت اغير اسلحه من ورا، صاحب المحل جه كرشني، بس على مين؟ وربنا ما انا سايبه، لويت سلاحين ورحت له وقمت جايبه. صاحبه كان رايح يطلب النجده بس جبته الحمد لله، فنشته وجريت عشان اخش الزون وحصل اللي كنت خايف منه، فيكتور بشنب كان مستنيني، اديته جنب من بتوع كريستيانو، راح مديني بالشنب في وشي، انا عملت ايه في حياتي عشان يطلع لي ده؟ يا جدعان ده حتى صاحبه خايف يلوت معايا، على طول ركبت تاني مع عم محمد ونزلت، اخدت سلاح ولسه برضه ايه ده؟ هي السماعه كانت مكسوفه تقول لي ان في حد ورايا، رفعت التليفون على عم محمد على طول قلت له انا عايز انتقم، رحت لقيت دوت قاعد بيعمل حمام في الكشك، افتكرني بصوره طلع يجري. لفيت له من ورا لقيته بياخد تاني، كنت جايبه، لقيت الولا اللي موتني اخيرا بقول له اركض وراح نطت وخاف مش عارف ليه، ركنت له اخدت وضعيه البورصه على الحيطه، زيته متنزل مدور عليه، ايه ده؟ نفس الموته تاني، انا لو بلعب بسماعه مسروقه مش هتك. اهلا بيك في الجزء الثالث من سلسله انا واخويا على ابن عمي وانا وعم محمد على الحلاليه. دليل ادب يا ابني. ركبت طيارة 9 مع عم محمد، نزلت لقيت اللعبة شالت الأسلحة كلها من قدام، نطيت تحت لقيت سلاح بس كان عليه عرض بلاير هدية، وقفت استنيته لحد ما يخلص تلويت عشان يموتني على رواقة، لقيته سابني ومشي. نزلت تحت غيرت البنطلون بسرعة، رحت ادور على سلاح ورا لقيت دوت بيصلح الدش، وفي الاخر وانا بدور على سلاح الواد اللي سابني في اول الجيم جابني. بكمل الاول، ايه الخيلة الكدابة دي؟ رفعت التليفون على عم محمد على طول ونزلت تاني، لقيت ده قاعد في الريسبشن يعني لوحده وقمت جايبه. خلصت تلويت لقيت دوت قاعد بيتفرج على الناس من فوق، والحمد لله ما سبكتش عليه. رحت اجرب الصاروخ عليه، اول ما شافه في ايدي طلع يجري. انا استنى استنى استنى، فنشته ولسه ايه ده انت مين؟ انا ابن عمته. رحت ركبت العربيه المفضوحه دي وطلعت اجري، وقفت عملت لقطه على البوت وكملت جري. رحت اجرب القوس الجديد على البوت، ايه ده انت لابس لي فستان؟ انت بتتدلع على كبر؟ الجيم في اخره وخلص وما فاضلش غير اتنين. ظهر لي بوت اللعبه عاملاه عشان يفضح مكاني، قتلته وغيرت مكاني على طول، لقيت ده دافن نفسه في الرمل، ضربت عليه هو وصاحبه لقيته قتل صاحبه. ايه ده ومين مع مين؟ دخلت الزون قعدت ورا صخره وبدات احدف قنابل، وانا بحدف القنبله دوست على لغم، اللعيب بتاعي مات من الضحك. انا عامل لقب مسالم لازم اكون بلاتينيوم الاول في سيرفر السولو، فركبت مع محمد طياره 7 ونزلت لهم، لقيت ده غلبان معهوش سلاح لسه، ضربته طلقه لقيته راجع لي بشوتجن، شهدت على روحي ونزلت له بس الحمد لله جبته، وده كان واقف يحدف بومب هنا فجبته، وده كان عايز ياخد الفيست يا عيني بس زعقت له، لفيت لهم من ورا عشان اشوف اللي بيطيروا حمام من فوق السطح دول، لقيت ده اول ما شافني عمل نفسه حمامه وكان بيحاول يطير، دمج كل حاجه مع داي، وفي الاخر البغبغان قريبه راح جايبني، قعدت في شقه رانك فيها، لقيت حرامي الكنزات ده داخل يسحب، زهقت لقيت المنظر جميل من الشباك، قلت اما اخرج اشم هوا، لقيت ده مستنيني وانا قاعد سمعت بوت بيضرب بس مش عليا، ما رضيتش اموته عشان اشوفه بيضرب على مين، لقيته بيضرب على بتاع الدش اللي فوق، شكرته وعزمته على غدا بس كان مستعجل وراه ناس تانيه يفضح. رحت لاخر واحد في الجيم كنت عايز اعمل معاه تحالف بس كان عايز يهجم، دعيت عليه راح متشنكل من فوق السطح الله يرحمه، مات متشعلق في الهواء، كنت عايز اولع في صندوقه بجاز بس ما عرفتش. ما تنساش تتاكد ان امبارح كان عيد ميلادي وانت ما قلتليش كل سنه وانت طيب، قررت بالمناسبة دي اللي انا لازم اطلع بلاتينيوم بقى عشان نعمل لقب مسالم، احتفلت مع عم محمد في الطيارة وحدفني تحت، نزلت اخدت سلاح لقيت ده داخل ياخدني بالحضن وبيقول لي كل سنة وانت طيب، سمعت باراشوت نازل فوقي عرفت اللي هو نازل ينتقم، بصت له دماغه وقلت له امشي من هنا وهو مصمم، فتحت قنبلة وقفلتها راح مطمن وفاتح قنبلة هو كمان، طلعت الحقه راح حادف عليا بيخوفني وقلت له لا لسه فاضل لها شوية وتنفجر، ضربت على البوت ده كان فاضل له طلقة راح سايبني وماشي. رحت قلبت عليه الدنيا وقلت له فاضل لك طلقة، قال لي ربنا يكرمك، اخدت الحنطور بتاعي وطلعت اجري في الخريطة لقيت دوت قاعد بيدارى من واحد، ضربت عليه راح رايح الناحية التانية عشان التاني يموته، هو أنا يهودي يا جدعان؟ البوتات اتلمت عليا طبعا وكان فيهم واحد بيتخانق بس جبتهم كلهم الحمد لله، دخلت الزون واستنيت اللي سرق الكلاية مني. ايه ده؟ ما تضحكش عليك انا كنت عارف ان هو مش بوت بس كان عندي فضول اتفرج عليه شويه اشوف هو ايه ده بيعمل ايه. طبعا البنج رفع وحصل اللي حصل. طب هو دلوقتي لو موتني بوكسات اسمع كده ايه بقى؟ بيضرب نار من ايده. انا فهمت، اللعبه بتقول لي كل سنه وانت طيب بقى وكده، وانت طيبه يا غاليه. اهلا بيك في الجزء الرابع سلسله انا واخويا على ابن عمي وانا وعم محمد على الحلاليه. دليل ادب. نزلت اخدت بكيسي واستنيت دول ياخدوا الامان، خضيت الاول والتاني طلع يجري وقمت جايبه، وده كان بيساعدني على التفنيش بس قلت له شكرا بعرف افنش لوحدي. رحت اكل لقمه بسرعه عشان عارف انهم هينزلوا لي تاني، رحت استقبلتهم على البوابه، جبت الاول بس دمجني جامد وسمعت صاحبه جاي. بتفكر في اللي بفكر فيه صح؟ فنشته قدام عين صاحبه وعملت لهم احتفال كريستيانو.
نزلت له تاني عشان اخد حقي مع ان ماليش حق اصلا. قلبت عليه الدنيا مفيش صوت خطوه واحده. العصر ادن علينا زهق وقلت لوت الصناديق دي. لقيته صاحي من النوم بيزعق. ابتدينا نحدف طوب على بعض. حدفت له واحده من التوب بس ما جاتش فيه. صعبت عليه راح نازل مولع في نفسه. ركبت الحنطور وهو بيولع بجاز. لقيت دول طالعين معميين من الزون. جبتهم ولقيت الاخير جاي مخضوض يا عيني. قمت جاي رحت لوت الدروب. لقيت ده واقف باصص لي في اللقمه اللي باكلها. وده كان بيلعب استغميه ورايح يقول امه بس لحقته الحمد لله. كنت هفتح دماغه بالسموك بس ما رضيتش عشان قلبي طيب. اخر واحد بس على دماغي وقال لي سيب لي الجيم. قلت له لازم تموت من الضحك. رحت ابص على الكشك. ايه ده انت مين؟ ملعونه دنيا الدم بقى فيها ميه. يعني يا جدعان اليوم اللي العب فيه في سيرفر الدو العب مع واحد هندي وملبوس. لحظه واحده، وايه ده؟ ايه ده، انا قاعد على صابون ولا ايه؟ الحكايه كلها ابتدت لما لقيت الاعراض بدات تظهر عليه في اللوبي. عرفت انه راكبه جن على طول. طبعا انا عشان قلبي حديد كنت واقف في مكاني وما بتحركش. بسم الله عليك. زحلقت عادي يعني يا جدعان، انتوا ما بتزحلقوش ولا ايه؟ ابعد يا ابني انت عني بقى. تعالى يلا. يا نهار اسود، ده جاي. ربنا يكرمه عم محمد بخر لنا الطياره، بس الريحه ما كانتش ريحه بخور خالص. امتى فنه؟ على جنب عم محمد، عشان كده انا اللي هتحرق مش العفريت. نزلت انا وهو بقى والراجل يقرب لي. ايه ده؟ مش مهم، معايا تذكره تانية. اول ما نزلت لقيت ده اتحدف من فوق، بس الحمد لله جب. اسمه لاف سيل، خليك فاكره. سبته هو ياكل في العيال لحد ما هين. يا نهار اسود، ده وقع كله الا العفريت بتاعي. رفيته وانا عامل نفسي متنرفز عشان يقول ده في اللي مكفيه وما يلبسنيش. وطبعا سبت له الام مش عشان حاجه، عشان جبر الخواطر بس. ركبنا الحنطور بس ما اتحنطرناش عشان ده عفريت محترم. هو العفريت مش شغال ليه؟ شكل البخور مأثر فيه. رحت اجيب له حقه، لقيت دول واقفين بينشروا الغسيل. ولعت لهم في الغسيل وبشيت انا وهو. دخلت لوت العيال وهو طلع يشرب سيجاره، مات فجاه كده وهو في عز شبابه. انا عمال العب وهزر وفي واحد مستني ياخد حقه مني. تعادل، يبقى نلعب فيصل. اهلا بيك في الجزء الاول من سلسله الصديق كالسيف. اللي لم تقطعه ما تحدفش الناس بالطول. لعبت مع هشام. ايه ده انت بتبص لي من فوق لتحت كده ليه؟ ولا لك منك متعاص ذهب يعني. حجزت له معانا تذكره، عزمت عليه بتفاحه طلع يجري، فنزلت فتحت دماغه بيه. نزلت لقيت بكيسي وهو كان بيدور على طوب عشان يرد لي الضربه. طلعت خضيت دوت، صاحبه نط لي بس افتكر انه راكن العربيه صف تاني فراح يعدلها. لقيت هشام جاي يشوف الصندوق بيقول ايه. ظهر ده فجاه وكان هيغفلني. لحقت نفسي على شعره. هو هشام راح فين؟ ما تعمل حاجه يا هشام. انهم ربع لذيذ وجيه. الدنيا ليلت عليا وانا لسه بعمر في البكيس. الواد قلق طلع يطمن عليا، مش عارف ما جابنيش ازاي. رحت هيل اتجبت من بتاع الدش اللي فوق وهشام حصلني عشان ما احسش بالوحده. نزلنا البوتات اتلمت علينا وكان في وسطهم بلاير. هو عارف الناس مروان، راح شايلها ومشي بيها. رحت لقيته بيفنشها وهو بيعيط. لقينا في شمروخ مضروب، رحنا نتفرج. وقعت واحد من الدخان ومعرفتش افنشه، خليته يسوق عشان يعدمنا احنا الاثنين. رحنا ميد ستيل، لقيت العيال بتوع الشمروخ جنة. جابوا هشام بس رحت جبت حقه واتجبت من بتاع الدش تاني. هو ايه الحكايه بالظبط؟ اهلا بيك الجزء الخامس سلسله انا واخويا على ابن عمي وانا وعم محمد على الحلالي. دليل ادب. ركبت مع عم محمد طياره 9. نزلت لقيت السلاح المناسب في الوقت المناسب. لمحت واحد نزل ورا، وقفت استنيت اي حد تاني ينزل عشان اسلم عليه، بس محدش نزل. تقريبا عم محمد وصلني واتقلب بالطياره. لميت هدايا عشان افاجئ الراجل اللي نزل ده. ندهت عليه ما ردش، فبدات احدف عليه قنابل عشان يبص لي من البلكونه. شكله نومه تقيل. خلاص اجي لك وقت تاني بقى. ماشي. ايه ده انت صدقت ولا ايه؟ هلم شويه قنابل واجي لك. حدفت عليه قنبله وملتوف انه يعبرني مفيش. عرفت انه اخد وضعيه قطع الخلف ومستنيه اطلع له على السلم. قلت اشغل دماغي ولعبت له واحده لاست عكس. بوم. حسيت انه عايز ينتقم فوقفت استنيته وما خفتش. ايه ده انت قلبك اسود صحيح؟ انت بتزعل من الهزار؟ كل ده عشان حدفت عليك 60 قنبله وشكاره ملتوف؟ احلف كده. نزلت له تاني عشان العب فيصل، ما لقيتهوش. قلت اروح الوت نفسي. ايه ده، ده خد الصندوق ومشي، وكمان لوت الدروب. في شويه ميه اهو ما شربتهمش ليه؟ ولا اقول لك هات تروسيك وحط عليه الدروب وامشي. اخدت اكبر عربيه في اللعبه ورحت ركنت وسط السكوادات. مفيش ابجح من كده. استنيت العدد يقل شويه ورحت لاخر اتنين، لقيتهم طلع لي اخو صغير يرقص على الصخره. قلت له انزل بدل ما تتعور. 7 7 6. ايه ده، دي نمره عربيه دي. خليته يرف اخويا لحد ما اجيب حاجه اشربها. سمعته بيبوش من على شمالي، طلعت جبته. اتبقى اخر واحد ومش راضي يطلع من ورا الشجر. هو حل واحد بس. اخيرا هلوت براحتي. ايه ده، ايه الخير ده كله يا راجل؟ ده انت ناقص تحط عيش بلدي ومربى في الشنطه. عايز اصدمك بس انا لعبت مع مصطفى. اهلا بيك في الجزء الثاني من سلسله الصديق كالسيف. اللي لم تقطعه ما تحدفش الناس بالطوب. في البدايه ما كنتش مصدق ان هو برضه زيك كده، لحد ما لقيت المعجبين بيجروا وراه، فقلت اجري انا كمان معاه. حجزت له الكرسي اللي جنب الشباك.
بعت له طلب ينزل معايا بس ما رضاش عشان هو ما بيحبش الدوشه الكتير، فاستاذنته 5 دقايق افضي المكان وارجع له تاني. نزلت على طول مسكت سلاح، وده كان بيحاول ينتحر بس لحقت. نزلت عشان افنشه، نزلت لقيت ده بيلعب استغماية. اول ما شافني راح قايل لامه، جبت صاحبه عقبال ما هو يجيب سلاح ويموت. ما كانش فاضل غير 3 طلقات فديتهم له عشان ما يدعوش عليه. نزلت للفنان لقيته قاعد يصطاد في البوتات، بعدها راح يلبي نداء الطبيعه، فبصيت بعيد لحد ما يخلص. كان في بوت شرير جاي يهدد حياته بس انقذته الحمد لله. هو نهار شمال، رحنا ميد ستين، لقيته قاعد بالجلابيه الخضراء فوق السطح بيدور على الناس. كنت رايح اخده بس لقيت دوت فانقذته منه بسرعه. رحت لويته لقيته سايب لنا واحد تحت. موتت السلم واستنيت الفنان هو اللي يجي يموت. ايه ده، انت بتضرب على مين؟ انت بتلعب في جيم تاني ولا ايه؟ عمل معايا تحالف واحنا في نفس التيم، دي دماغ بين كيلر. لقيت ده بيبش علينا جبته بس ما وقعش غير لما الحكم رجع للفار. وقف يعمل مارك عليا عشان صاحبه يجيبني. مصطفى قمر خوفه وانا جه خلنا الزون، راحوا موقعين الفنان. قمت رايح عشان ارجع له حقه. يا حبيبي اقوي، افرض ما تكرمشهاش واديها بخار كتير يا حبيبي وما تنسى. سمعت ان بابجي نزلت مود جديد، فقلت لعم محمد تعال نجربه. تعال. ركبت طيارة 9 ونزلت، مسكت سلاح، لقيت ده كان بيحاول يهرب بس لحقته. وانا معدي لقيت دوت اخد وضعية قطع الخلف ومستنيني. قمت خضيت وانا سمعت صاحبه جاي، عملت عليه بري فاير نص ساعة، زي راح طالع مموت نفسه. لوت المكان واخدت سكر نبات من دوت، لقيت فيه زف الطيارات معدية. ايه ده، وعم محمد بيتجوز ومعرفنيش ولا ايه؟ ركبت الحنطور بتاعي. ايه ده صحيح، ده مفيش حناطير تاني. ركبت المنجنيق بتاعي، اخدت عربية ورحت لوت الدروب، لقيت دول جايين يشاركوني فيه. طلعت زغزغت الاول، التاني فايطته بس كان متنرفز شويه. مش عليا، حضرت له قنبله، لقيته جاي ياخدني بالحضن. يا رب ربع الثقه اللي عندي. صاحبه طلع جدع وسابه ومشي. دخلت الزوم فايطته، لقيته مش ناوي يطلع من ورا الصخره. قمت موت نفسي وملبسه في اخر سكواد. ان لله وان اليه راجعون يا رب. يا رب يفنشوك شباشب يا اخي. تحدي ان نعمل لقب مسالم من يوزر دي ايه ده؟ اسمك ايه يا ابني؟ الاز. الاز دي لغة نحل، دي انا عارف. ثانية واحدة. المهم عشان تعمل لقب مسالم لازم تبقى بلاتينيوم او اعلى في سيرفر السولو. نزلت وكان معايا 3، لقيت بكيسي قمت فاتحه وجري وراه. ببص لقيت دوت نازل من غير هدوم، تقريبا ما حجزت تذكرة. والسافل ده كان واقف بيتفرج عليه تقريبا. عمرت البكيسي، خلصت التعمير على الفجر، سمعت واحد جاي من ورايا، عملت عليه بري فاير جه في عينه، اتعمى كسر عتبه السلم اللي جنبي. ركبت العربيه المفضوحه ورحت ادور على بيت الناس، لقيت الواد اللي كان قلع في اول الجيم لسه بيدور على تذكره. قمت قاتله، خدت السلاح الجديد من الدروب وطلعت فوق السطح اعمل تاني. دوت قاعد بياكل في امان الله، ما رضيتش اخده ربيع عشان انا عندي مبادئ وقيم. حذفت قنبله جنبه، اتخض يعني طلع يجري في كل حته، وكان طالع فوق الصخره عشان ينتحر بس لحقته الحمد لله. وانا داخل الزون لقيت دوت واقف عامل نفسه متنرفز عشان اللي يشوفه يقول ده في اللي مكفيه ويسيبه. بصيت لقيت دوت طالع من جوه جري، كان في كلب بيجري وراه تقريبا، واخر واحد اخيرا طلع ضربت عليه لقيته بيرقص. قمت راقص معاه وبعد كده موتته. ايه ده، ايه الجيم المقرف ده، فين التسونات؟ انا عارف انك قاعد زهقان ومش لاقي حاجه تسليك، ما تقلقش الحل عندي. صنبوصه. لا مش دي. في رمضان ركبت طياره 9 مع عم محمد، نزلت لوت محدش نزل معايا. ايه ده، ده دروب اخد هرمون، الطبيعي يكسب يا غالي. ركبت المنجنيق بتاعي وطرت، نزلت على دماغي زرع بصل. ركبت العربيه المفضوحه ورحت ادور على الناس، لقيت ده اثار الصيام بدات تظهر عليه. جيت افوقه وطلع يجري يدور على ميه في كل حته، وده بوت ساب المحل وجه يحوش. رحت ادور على الناس، لقيت البوت ده بيرانك هنا، دخلت له مسابقه التعمير بس انا اللي كسبت في الاخر. حتى ابوك ما تعمل حاجه. ايه الهبل اللي على الصبح ده، رحت لاخر سكواد وهم بيتصحروا. جبت الاول اسمه وقع من الخضه، حذفت عليهم مولوتوف، واحد اتفنش على طول مش عارف ازاي. مشيت على اخر واحد ايده كانت مطرحه فول، خاف يمسك السلاح عشان ما يتوسخش. ايه الجيم المعفن ده، انا افجر نفسي انا والراجل المحترم ده. الله يخرب بيتك. انا عارف انك قاعد زهقان ومش لاقي حاجه تسليك، ما تقلقش الحل عندي. صنبوصه. لا مش دي. رمضان. ركبت طيارة 9 مع عم محمد ونزلت، اخدت السلاح بسرعة قبل دوت قمت مزغزغه، وده شافني راح قاعد جنب الحيطة وعامل نفسه فاضل. رحت لاخر واحد في المكان لقيته اتحدف من فوق، قمت جايبه. لقيت بوتين بيتخانقوا مع بعض، رحت احجز ما بينهم. وانا بفنش البوت اخد كفر ورا الشجر عشان البوت التاني يفنشه. رحت على ميد ستين لقيت دوت ماشي لوحده، ضربت عليه. ايه ده، ما تثبت يا عم انت. وانا واقف لقيت سواق التاكسي داخل يتهور، بصت على دماغه عشان يقف، راح لابس في الشجر. اول ما جبته صاحبه طلع رجوله وراح يجيب اسعاف. رحت قعدت في الزون واستنيت اخر واحد يطلع عشان اطلع له من الدروب واعمل له مفاجاه. بخ